واعلم أن لك موعدا مع الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الدنيا بحر عميق غرق فيها كثير من الناس، فلتكن سفينتك في هذه الدنيا هي تقوى الله عز وجل، ولتكن بضاعتك فيها هي الأعمال الصالحة التي تنتفع بها يوم القدوم على الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان مهما جمع ومهما حصل ومهما تمتع فإنه يخرج من هذه الدنيا وحيدا فريدا كما دخل إليها، كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. نعم يا عبد الله، لن يدخل معك قبرك قبيلتك ولا عشيرتك ولا أموالك ولا دورك ولا قصورك، إنما الذي يسليك في قبرك والذي يؤنسك في قبرك والذي تنتفع به يوم بعثك ونشورك هو بعملك الصالح، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.